الذي يضم 187 عضوا أكد ثقته في مسار الاقتصاد المصري مع الاعتراف حتى من جانبنا بصورة واقعية وموضوعية أن اقتصادنا قد يكون بواجه بعض المشاكل، لكن هذه المشاكل قابلة للحل سواء من خلال المصادر الداخلية حشدها وتعبئتها في إطار خطة علمية، أو من خلال المواطنين المصريين في الخارج الذين أبدوا أكثر من استعداد لحشد وجمع ما يستطيعون من أموال، وهي أموال لا يستهان بها، لكن المهم هو إيجاد آلية بالنسبة للمصريين في الخارج لكي يتم حشد وجمع هذه الأموال. وهناك شيء يسمى المفوضية المصرية التي في طريقها إلى الإنشاء، ومن أعضاء المجلس مثل الدكتورة منى مكرم عبيد من بدأت تعمل كمستشارة لهذا الكيان. المهم في المجمل أنه اقتصادنا رغم كل مشاكله إلا أنه استعاد الثقة، أو على الأقل عبرت عنه هذا الصندوق أو هذه المنظمة الدولية الثقة في إمكانية الحركة إلى الأمام وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. تحقيق أهداف الثورة ثورة يناير في العدالة الاجتماعية وعدم تحميل الطبقات غير القادرة أي أعباء في الإصلاح في المرحلة القادمة. والأهم أيضا أن أعضاء المجلس من خلال المناقشات الضافية التي تمت مع البعثة، وأن أعضاء المجلس إلى أن تعاون الصندوق مع مصر سيفتح الباب لمزيد من ضبط حركة التوازن وزيادة القروض والاستثمارات الأجنبية، والهدف طبعا كما تعلمون هو تعافي الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة. وأكد الصندوق أيضا على لسان رئيسه بأنه سيقدم ما يسمى بالمساعدة التقنية أو المساعدة الفنية من خبرة الصندوق، وما استطاع صندوق النقد أن يجمعه من خبرات دول كثيرة على طريق الإصلاح الاقتصادي، كفيل أن يضعها في خدمة عملية الإصلاح في مصر